بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتدبر في سورة الرعد، تلك السورة التي جاءت في محورها بسنة التغيير الماضية في الأفراد والمجتمعات والأمم وقواعد ذلك التغيير. وقلنا أن هذه السورة المكية العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبيل فترة الهجرة، فكانت بمثابة المرحلة الإعدادية للتغيير، التغيير العظيم الذي سيطرأ على مسار الدعوة، دعوة الإسلام، وعلى مسار المسلمين، وعلى مسار التاريخ. هذا التغيير لا بد له من قواعد يستكملها الفرد في ذاته ونفسه، الفرد الذي هو عنصر التغيير الإيجابي نحو الأفضل. ثم بعد أن يستكمل ذلك الفرد هذه القواعد، ستنعكس تلك القواعد على المجتمع الذي يعيش فيه، على الواقع الإنساني الذي يعيش فيه، فإذا بذلك الواقع يتغير نحو الأفضل. وذكرنا أن السورة توسلت للوصول إلى هذه الغاية بآيات متنوعة، ما بين تلك الدعوة المتواصلة إلى التأمل في الكون والتدبر في آياته المبثوثة، ذلك التدبر الذي يهز وجدان الإنسان وينفض عن تلك الفطرة ذلك الغبار الذي يعلق بها بحكم الاعتياد والإلفة على الأشياء. ثم تنتقل الآيات من الآيات الكونية إلى الآيات في التاريخ، آيات الأمم، حياة الشعوب، ذاكرة الشعوب في عمق التاريخ، لتدعو الإنسان إلى التبصر في مصائر الأمم التي سبقت، أحوال الأمم السابقة، وكيفية تعاملها مع واقعها الإنساني. ثم إن السورة بعد ذلك جاءت في آيات تتحدث عن النفس البشرية في ذاتها، في عمقها، فيما تخفيه في صدرها. نفس البشرية لها خواطر، لها أفكار، لها مشاعر، لها عواطف. وإذا بتلك الآيات العظيمة في سورة الرعد تنفذ إلى تلك الصدور لتضعها أمام حقيقة واقعة يغفل عنها الكثيرون، أن كل ما في ذلك الصدر من خفايا لا يخفى على الله عز وجل. يقول الله سبحانه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ربي عز وجل يؤسس لذلك التوحيد ويجدده في نفس الإنسان من خلال هذه الآية البينة العظيمة، أن السر عند الله علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فإذا كان السر عنده سواء والعلانية سواء، فكيف يكون الإنسان في تعامله مع سره؟ أعظم قاعدة من قواعد التغيير الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع أن ينتبه الإنسان لسره، ذلك أن السر محط نظر الله سبحانه وتعالى. كلنا يهتم للعلانية، كلنا يهتم في مظهره وشكله الخارجي، ذلك أن هذا المظهر الخارجي محط أنظار البشر من حولنا، محط أنظار الناس. ولكن القرآن العظيم يلفت أنظارنا إلى شيء آخر، أن ما عليك أن تهتم به بالدرجة الأولى هو السر. نقي ذلك السر من كل الشوائب. ولذلك قال بعض العلماء: متى ما صحت السرائر جاء الله سبحانه وتعالى بالعطايا، إن صحت النوايا أتت العطايا. النوايا التي تخفى على كل أحد ولكنها لا تخفى على الله عز وجل. فالإنسان
قد يكون له ظاهر العمل أنه عمل صالح ويريد الإنسان به فائدة الناس والتقرب، كل هذا يبقى مجرد ادعاء. ولكن ما يعول عليه في العمل هو تلك النية الخالصة الصادقة التي هي بين العبد وربه. ولذلك جاء تصحيح السر: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الناس في شؤونهم قد يتخفون من الناس فيقوم بعمل ما في جنح أو تحت جنح الظلام في الليل حتى لا يراه أحد، يستخفون من الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى بعلمه المحيط أحاط بكل شيء، أحاط بأعمالنا، سواء منها ما كان في السر أو العلن، ما كان في الليل أو النهار، ما كان في وضح النهار، ما كان في الليل، في ظلمة الليل، كل شيء عنده سبحانه وتعالى معلوم مكشوف. فعليك أيها الإنسان أن تصحح تلك الأعمال، وأن تتيقن ويستقر في قلبك أن الله مطلع على ما تقول وتفعل، بل حتى على خواطرك. فعليك بالتنقية، عليك بالتصحيح، عليك بالارتقاء بسرك يوم تبلى السرائر. إذن أعظم عنصر من عناصر التغيير في المجتمع أن يهتم الإنسان بسره، وأن يلقي لذلك السر كل الاهتمام والعناية من التنقية والتصفية، فلا يرى فيه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الناس يطالبون بالتغيير، تغيير في شؤون حياتهم تحت مسميات كثيرة، وهنا يأتي دور تصحيح النية في داخل ذلك الإنسان. لماذا تريد أن تتغير؟ لماذا أن تريد أن تغير في واقعك؟ لأجل أي شيء؟ لأجل مكسب مادي؟ لأجل مطلب دنيوي قريب؟ لأجل مال؟ لأجل منصب؟ لأجل شهرة؟ لأجل أي شيء؟ النية، موقع النية في حياة الإنسان وفي أعماله وفي توجهاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا التخليص هو ما تقف به سورة الرعد في هذه الآيات العظيمة. قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه. سبحان الله، ربي عز وجل جعل علينا من الملائكة حفظة، معقبات يتعاقبون علينا بالليل والنهار، يحصون علينا الأعمال، وفي ذات الوقت هم يحفظونه من أمر الله، يحفظون الإنسان في نومه، في ليله، في صحوته، في يقظته، في سفره، في حضره. ولذلك أنت ترى نحن نسير بحفظ الله عز وجل، كل ما فينا من أجهزة، كل ما فينا من أعضاء، كل ما فينا بحفظ الله سبحانه. وفي نفس الوقت يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه ما يقوم به. ولذلك إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. فطالما أن هناك علينا حفظة، كرام بررة يكتبون علينا ما نقول، يحصون علينا ما نعمل. وتدبروا معي في الربط بين الآية التي سبقت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وبين الآية التي تلتها له معقبات من بين يديه ومن خلفه. إذن أعمالنا، أقوالنا، نحن محاسبون عليها. هذا النوع من أنواع المراقبة، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يأتي سبحانه بالآية الصريحة التي تشكل محور السورة وعمود السورة ومقصد هذه السورة العظيمة. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تدبروا معي كيف مهد لذلك القانون الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عظيمة، سنة التغيير جارية، كل شيء من حولنا يتغير. ولكن لكي يكون لك مقصد كفرد أو كمجتمع وأمة وشعب في مسار هذا التغيير الإيجابي نحو الأفضل،
تحتاج أن تفهم القاعدة، تحتاج أن تفهم السنة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكر سبحانه في الآية التي قبل أن تغيير ما في النفس من السر وتنقيته من الشوائب وتخليص التوحيد فيه ومراقبة الله عز وجل والاستشعار والاستحضار لتلك المراقبة وهو الذي يدعو الإنسان إلى التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والقاعدة عامة، لا يغير ما بك من نعمة إلا إذا تغير ما بنفسك من عدم استشعار وحفاظ على تلك النعمة فيتغير الحال. والله عز وجل ضرب لنا في آيات عظيمة في كتابه العظيم، آيات كثيرة تحدثنا عن أقوام تركوا النعم، أنكروا تلك النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، والكلام موجه كذلك بالدرجة الأولى لقريش، قريش التي قال عنها الله عز وجل في سورة كاملة بأنه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا الآية فيها عدة مقاصد جمعتها وحوتها في ذلك المقصد العظيم، ومنها أن يا قريش ربي عز وجل أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، وجعل في مكانكم وفي أم القرى ذلك البيت العظيم الذي يؤمه الناس من كل مكان، هذه نعمة. وربي عز وجل في تلك السنة العظيمة سنة التغيير لن يغير هذه النعمة إلا إذا تغير الشيء الذي فيه نفوسكم أنتم. هذه نعمة أنعمها الله عز وجل على غير فضل منكم، فإذا ما تغير ذلك الإنسان على النعم بالكفر والجحود والعصيان وإنكار فضل الله عليه ونعمته سبحانه، إذا بتلك النعمة تنقلب إلى نقمة. ولذلك هناك العديد من القرى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. لماذا هذا التغير؟ هناك شرط. ما هو الشرط؟ ما في نفسك، ما في واقعك، أخلاقياتك، تعاملك، سلوكك، هذا كله تابع لما يغير بأنفسهم. تدبروا معي في هذا المعنى العظيم. وفي ذات الوقت إذا كان واقع الفرد وواقع المجتمع والشعب والأمة واقع بئيس، بؤس، شقاء، فقر، أمية، جهل، تخلف، هذا الواقع لا يمكن أن يتغير من تلقاء نفسه. لابد أن تغير ما بنفسك، لابد أن تغير الكسل والخضوع والخنوع إلى عزيمة وإرادة، قوة إرادة وعزيمة على التغيير. لابد أن تنفض عنك داء الجهل والتخلف والاستسلام للواقع المرير البئيس الذي لا يليق بالحياة الإنسانية من فقر وجهل وألم وأمية إلى آخر ذلك وسير في آخر الركب. هذا واقع مرير، كيف تغيره؟ غيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تخليص التوحيد لله عز وجل، العزيمة والصدق والإرادة في التغيير الإيجابي في الواقع، العزيمة التي تبتغي التغيير ليس لأجل أن تحقق مكاسب قريبة عاجلة ومصالح شخصية دنيوية بقدر ما هي تريد ذلك التغيير لتحقيق النفع، لتحقيق أمر الله عز وجل والانقياد لأمره. فهو الذي أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد، أمر بإصلاح الحياة بكل روافدها، بكل أبوابها ومناحيها، زراعة، صناعة، تعليم، صحة، كل أشكال الحياة الإنسانية والواقع الإنساني. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.
وتدبروا معي في هذه الكلمة في آية واحدة، لماذا ربي عز وجل قال وإذا أراد الله بقوم سوء؟ لماذا جاء هنا بقوله وإذا أراد الله بقوم سوء؟ لماذا ما جاء بالحديث عن النعم؟ الآية فيها شيء من الإشارة والتأكد، تأكيد أن الإنسان الذي يخضع لواقع سيء بئيس فعليه أن يدرك أن هذا الواقع السيء سينقلب عليه، لأن الله سبحانه لا يرضى لهذا الواقع المرير لعباده، لا يرضى به. ولذلك قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولماذا هنا ربي عز وجل أراد بهم سوء؟ ما غيروا ما بأنفسهم من السوء، فالله سبحانه وتعالى جعل من رحمته وحكمته، جعل الواقع الإنساني نتاج للفعل الإنساني بإرادته عز وجل وبحكمته سبحانه وبإعطائه الإنسان حرية الاختيار، حرية اتخاذ القرار. قرارك بيدك، قرارك المصير بيدك أنت بإرادة الله. الله عز وجل أعطاك تلك الإرادة، أعطاك ذلك الاختيار. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تغير. فإذا خضعت لذلك الواقع المرير ولم تغير فيه شيئا، استكنت لذلك الواقع، رضيت به، أخلدت إلى الأرض وإلى مطالبها العاجلة بكل ما فيها من تبعات، فكان الفقر وكان الجوع وكان التبعية وكان وكان من الأمراض الناجمة عن الفساد، فماذا تتوقع؟ قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لن يرد ذلك السوء شيء إلا شيء واحد، إرادتك أنت في تغيير ذلك السوء. تدبر معي في هذا المعنى العظيم. الشيء الذي يوقف السوء والتردي والانحدار والخضوع والخنوع لا يمكن أن يكون إلا من داخل نفسك، إرادتك، الإرادة التي تبتغي أن توقف ذلك الفساد وذلك الانحدار. ولذلك ما تمر به بعض المجتمعات المسلمة والغالب عليها من انحدار، من أمية، من ارتفاع في مستويات الأمية والتخلف وعدم التحضر والسير في ذيل الأمم المتقدمة، هذا واقع مرير لا يمكن أن يتغير، فلا مرد له، ولا شيء يمكن أن يوقف ذلك الواقع المرير إلا شيء واحد، أن تتحرك الأفراد والشعوب والأمم لأجل أن تغير ذلك الواقع المرير بإرادة وعزيمة قوية، تبتغي الإصلاح وإيقاف الفساد، تبتغي ترك الخضوع والخنوع للأمية وللجهل وللفقر والمرض وسائر الأمراض المختلفة النفسية والفكرية والعلمية والعملية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بدون تلك الإرادة لن يوقف شيء ذلك السوء الواقع. قانون واضح، قانون صريح جاءت به سورة الرعد العظيمة، وما لهم من دونه من وال. لا تدع أحد يتولى شؤونك إلا الله عز وجل، لأنك مهما توليت من البشر وجعلتهم لك أولياء من دون الله، أصنام كما في قصة قريش وكفار قريش، أو ما شئت من أولياء، أو دول كبرى أو صغرى أو عظمى أو أي قوة من تلك القوى المعروفة التي عرفتها الشعوب وعرفتها الأمم والمجتمعات عبر التاريخ، واقع الأمر أنك ما لك من الله من وال. ربي سبحانه وتعالى فقط هو الذي يتولى شؤون عباده. فإذا توليت أحدا من الخلق من دونه النتيجة خسارة بكل تأكيد، قضية محسوبة وفق القوانين والسنن الجارية في الكون والأمم والمجتمعات. ولذلك ربي عز وجل جاء بعدها مباشرة بآية كونية ظاهرة في الطبيعة، قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السؤال الذي يطرح نفسه هنا في صلب الحديث عن التغيير وسنة التغيير في المجتمعات، تأتيني الآية تحدثني عن البرق والرعد، ظاهرة طبيعية لا تحدث كل يوم ولكنها تحدث ونحن نرى، لماذا؟ ربي عز وجل في عمق الحديث عن سنة التغيير في الأفراد والمجتمعات والأمم يبصرني بقدرة الله سبحانه. آخر كلمة في الآية كانت وما لهم من دونه من وال. وتأتي هذه الآيات العجيبة، البرق والرعد، آيات عظيمة، ولذلك قال فيها ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. كائنا من كان من تتولاه ويتولى شؤون حياتك وإدارة حياتك وتعاملاتك وشؤونك المختلفة، كائنا من كان، هل يستطيع أن يقف في وجه أي من هذه الظواهر التي يؤكدها القرآن في الكتاب العظيم؟ وأبسط مثال الرعد، ربي عز وجل حين يرسل الصواعق من يوقف ما يرسله الله ومن يستطيع أن يمضيه سواه؟ تدبروا معي في هذه الظواهر العظيمة. وكلنا يعلم أن الأعاصير والأعاصير المختلفة التي تحدث في بعض الدول والبراكين والفيضانات من يستطيع أن يوقفها سوى الله عز وجل؟ أعاصير تحدث في أكثر الأمم والشعوب والدول تقدما وتطورا، وكل الأجهزة التي لديهم وكل أجهزة الإنذار المختلفة المبكرة لا تستطيع أن توقف تلك الأعاصير. يأتي الإعصار وتأتي الصاعقة فتضرب ما تشاء، مباني عالية شاهقة بناها شيدها الإنسان الذي يغتر بقوته ويعتقد أنه يستطيع أن يركن إلى تلك القوة من دون الله سبحانه. هذه آيات، آيات تهز من؟ تهز الإنسان الغافل، الإنسان الذي يعتقد ويغتر ويتصور ويتوهم أن هناك من يمتلك القوة من دون الله سبحانه وتعالى، فتأتي هذه الظواهر الطبيعية لتعيد الأمور إلى نصابها، لتذكره، لتبصره، لتعيده إلى خالقه عز وجل، ليتدبر تماما ويدرك أن الذي يستحق أن يتولى شؤون حياته الله وحده لا شريك له، وأن العبيد والخلق مهما بلغوا من القوة فهي قوة موهومة في جنب قوة الله سبحانه وتعالى، لا شيء. ولذلك جاء بهذه الظواهر الطبيعية التي سميت السورة سورة الرعد بهذا المسمى لهذه الآية العظيمة، آية كونية. من صنعها؟ الذين يتخذونهم أولياء من دون الله، من صنعها؟ من جاء بها؟ من يستطيع أن يوقف تلك الآية؟ من يستطيع أن يوقف تلك الصواعق حين يرسلها الله لمن يشاء؟ من؟ قال له دعوة الحق، الدعوة، دعوة القرآن، دعوة التوحيد حق لا جدال فيها. تدبروا معي، سورة الرعد ذكرت كلمة الحق والباطل في أكثر من موضع من مواضعها، قضية على غاية من الأهمية، قضية لا تنفك عن سنة التغيير. تغيير لأجل أي شيء؟ الإنسان يغير، الإنسان يغير لأجل أن يحقق حقا، يحمي الحق، يدافع عنه، يرسيه، يقيم قواعده ويوقف الظلم والباطل والعدوان الذي لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. تدبروا مع الربط، ذكرنا أن كل آيات كتاب الله عز وجل
مرتبطة بعضها ببعض، وأن ذلك الربط يرتبط بمقصود السورة أو عمود السورة كما يطلق عليه بعض العلماء. وقبل قليل الآيات جاءت تكلمنا عن الرعد والبرق والصواعق وما لهم من دونه من وال، والآن تأتيني الآية فتقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه بكل أشكالهم وصورهم. كل من يدعو أحدا أو شيئا أو مخلوقا من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، هذا واقع، هذه حقيقة لا يبصرها إلا الإنسان الذي يرى النور الحقيقي. الإنسان الذي سيأتي عليه وستأتي عليه آيات سورة الرعد، البصير، لا يستوي الأعمى والبصير، لا تستوي الظلمات والنور، شتان. ما الذي يفرق بينهما؟ صاحب النور البصير يرى الحقائق كما هي، أما الأعمى الذي يسير في الظلمات لا يرى الحقائق، يرى أشياء موهومة، يتخبط، فلا يرى أن كل من يدعو من دون الله لن يستجيب له بشيء إطلاقا. والوعود والعهود والمواثيق والاتفاقيات لا قيمة لها. تدبروا معي، قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تدبروا معي، مثل سورة الرعد حاوت عديد من الأمثلة تقرب الصور والحقائق إلى الإنسان، توقظه. سورة الرعد من أعظم سور القرآن التي جاءت لتهز الوجدان الإنساني، تحرك المشاعر والعواطف، تحرك النفوس التي تلبد فيها الإحساس. باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، إنسان يريد أن يشرب هو بحاجة إلى الماء، فعوضا عن أن يضم كفيه أو كفه إذا به يبسط كفيه ويضعها في الماء، فهو إذا هو بسط كفيه كيف سيبقى فيه ماء في الكفين؟ كيف سيصل الماء في الكفين؟ كيف سيبقى حتى ينتفع به؟ كيف؟ مستحيل. باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، لو رفع كفيه 1000 مرة لن يصل إليه شيء من الماء الذي يحتاج إليه. لماذا؟ لأن طريقة بسطه في الكفين طريقة غير صحيحة. تدبروا معي في الربط، سنة التغيير لن نصل إليها ولن أتغير تغيرا إيجابيا إلا إذا استكملت شروط التغيير، قواعد التغيير، نواميس التغيير الإيجابي. فهذا الإنسان يريد أن يشرب والماء أمام عينيه، أمامه بين يديه، ولكن أين الخطأ الذي ارتكبه؟ باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، والمفروض أن يضم كفيه، فإذا ما ضمها بقى فيها الماء، بقي فيها قانون طبيعي معروف يعرفه الإنسان. هؤلاء الذين يدعون من دون الله كمن يبسط كفيه إلى الماء لن يبلغ الماء إلى فاه. هو يريد معونة، يريد مساعدة. الإنسان لماذا يتولى أحد أو يتولى شخص أو يتولى أو يركن لأحد؟ لأن يشعر بضعف فيتولى من هو أقوى منه، لأجل أن يصبح له وليا، لأجل أن يسدده، لأجل أن يقوي جوانب الضعف فيه، يستقوي به. ولكن الخطأ أن يركن الضعيف إلى ضعيف أو إلى من هو أضعف منه. تدبروا معي في هذه الآية العظيمة، خطأ أن يركن المخلوق إلى الخلق وأن يركن العبد إلى العبيد. لماذا؟ لأن العبد لا يركن المفروض إلى عبيد، المفروض أن يركن إلى من؟ إلى سيد. والضعيف المفروض أن يركن إلى من؟ إلى قوي. والمملوك يركن إلى مالك، والفقير يركن إلى غني، وكلنا مهما اختلفت وتباينت فيما بيننا مظاهر القوة الموهومة المزعومة، في نهاية الأمر نحن عبيد له سبحانه.
فقراء إلى رحمته وعطائه، محتاجون إلى قوته، فنحن ضعفاء وهو القوي. قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قد يدعو الكافر، يدعو ويدعو ويدعو، ولكن ما الفائدة؟ دعاؤه في ضلال، في تخبط، لا يدعو إلى تلك الجهة الصحيحة، الوجهة الصحيحة. أين الوجهة الصحيحة؟ لمن يتجه إذن الإنسان؟ من هو الذي ينبغي أن يدعى؟ من هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء؟ قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض. تدبروا معي في ذلك الربط العظيم في هذه السورة، ربط واضح يوقظ النفس، يجعل هذه الآيات العظيمة تنزل في القلب فتنقي التوحيد، وتجعل القلب يسجد قبل الجباه، القلب يسجد قبل الجبهة على الأرض خضوعا وانقيادا واستسلاما لأمر الله عز وجل. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إذن قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولله يسجد من في السماوات والأرض. دعاء الكافرين وتوجهاتهم في ضلال. إذن أين الهدى؟ أن تسجد لله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات والأرض. ولا يملك الإنسان العاقل الذي استيقظ بعد غفلة، الذي أبصر بعد عمى، إلا أن يسجد لله سبحانه وتعالى استسلاما، انقيادا، خضوعا، حين يستشعر بعظمته سبحانه، حين يستحضر قوة الله عز وجل أمام ضعف كل المخلوقين وكل الأولياء، فتتساقط تلك المسميات وتلك الصور، ويتساقط كل أولئك الأقزام من حوله، ويعود إلى فطرته السليمة، فيسجد خضوعا لخالقه عز وجل، مدركا متيقنا أن لا قوي على وجه الحقيقة إلا الله، وأن لا ولي على وجه الحقيقة إلا الله، وأن لا مالك على وجه الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. حتى الكافر يسجد كرها، أعضاؤه تسجد لخالقه، هو لا يملك شيء، هو لا يملك أي نقطة من نقاط التحكم في أعضائه التي في جسده، جسد هذا الجسد الذي يحمله هنا وهناك ويتنقل به، هو لا يملك سيطرة عليه، لا يملك سيطرة، لا يملك، ولا حتى على قلبه الذي ينبض، ولا على رئته التي تستنشق الهواء، ولا على دمه، ولا على نفسه، ولا على قدميه، ولذلك يصاب بشلل، ويصاب بكسور، ويصاب بسكتة، يصاب بكل ما يمكن أن يصاب به العبد الضعيف حين تنكسر تلك الإرادة الموهومة المزعومة، وتنجلي تلك الغشاوة عن عينيه، فيدرك أنه ضعيف طوعا وكرها. فالكل يسجد له بما فيهم الكافر كرها، يسجد لربوبيته سبحانه وتعالى. ولكن سورة الرعد تريد أن تبني الإنسان الذي يسجد طواعية لله، يسجد سجدة يؤمن بها بأن الله خالقه سبحانه، وأن لا ولي ولا خالق له إلا الله، سجدة عظيمة، سجدة تعيده إلى خالقه، تعيده إلى توحيده النقي، تنقي فيه التوحيد. تدبروا معي. وظلالهم بالغدو والآصال، المؤمن تقلب وتعاقب الليل فيه والنهار، وشروق الشمس وغروبها يذكره بخالق، يعيده إلى خالقه، فيسجد خضوعا وانقيادا واستسلاما. وكما أن ذلك الكون من حوله يخضع لأمر الله سبحانه، وكل شيء يسجد له ويستسلم لأمره، ولا يتحرك شمس قمر، كل شيء يجري لأجل مسمى لخالقه الذي أمر، يقابله في نفس الوقت ذلك الإنسان
يرى تلك الآيات من حوله فيسجد خضوعاً وانقياداً لأمر الله في واقعه الإنساني. قلبك يسجد، يسجد حين ينبض، فما باله لا يسجد انكساراً وإخباتاً وانقياداً واستسلاماً لأمره ونهيه سبحانه في واقع حياتك. يأمرك فتأتمر، ينهاك فتنتهي. هذا هو الذي تؤسسه سورة الرعد العظيمة. وهنا تأتي هذه الآية العظيمة، آية تهز القلب. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. سؤال استنكاري، استفهام استنكاري، يستنكر على الإنسان، يستنكر على الإنسان كفره وجحوده ومجادلته في الله سبحانه وتعالى ومحاججته في الله عز وجل. قل من رب السماوات والأرض؟ بعد كل هذا، من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، حتى يستشعر الإنسان حجم ذلك الكفر والغلو والعدوان الذي يقع فيه حين يتخذ من دون الله وليا. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، تتخذون من دون الله ورب السماوات والأرض صاحب القوة، صاحب الملك والملكوت، الذي له الأمر من قبل ومن بعد، الذي أنت في ذاتك تخضع له في كل أبجديات حياتك، في سكناتك، في أنفاسك، تخضع له في أنفاسك، في نبضات قلبك، وتخضع لغيره في أمره ونهيه، وتتخذ من دونه أولياء. يا للعجب، تدبروا معي كيف يجعل القرآن العظيم الإنسان يستفيق من غفوته وغفلته، يستفيق. لأن الإنسان في غفلة، ونتيجة لتلك الغفلة والخضوع لأولياء من دون الله ظهر الفساد في البر والبحر، فسد الواقع الإنساني، فشاع فيه الجهل والظلم والفساد والعدوان والحرام وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على حريات الآخرين والخوف وعدم الأمن. لماذا؟ مظاهر هذه أعراض. أين المرض؟ أين الداء الحقيقي؟ ضع يدك على الداء الحقيقي، هكذا هو القرآن يبصرني. أين موضع الداء؟ موضع الداء أن تتخذ أحدا من دون الله يتولى شؤون حياتك. ما المطلوب؟ يتولى الله أمورك، يتولى الله سبحانه وتعالى تسيير حياتك ومعاشك أمرا ونهيا وإباحة وتحليلا وتحريما، لا ينبغي أن يملكها إلا الله عز وجل. فإذا ما تحقق ذلك تغير واقعك الذي تعيش، واقع الذي تعيشه لو كان يجري فيه أمر الله عز وجل نهيا وأمرا وحراما وحلالا، وامتثلت لأمره لا يمكن أن يشيع فيه فساد. كان سيمشي كما يمشي ذلك الكون الذي تراه من حولك. هل ترى فيه من قصور؟ هل ترى في السماء من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل ترى في السماء تصدعات؟ هل ترى في الشمس وفي القمر وفي سير القمر؟ هل ترى فيه من أي نوع من أنواع الإعوجاج؟ أي نوع من أنواع الفساد؟ هل ترى فيه؟ لا. لماذا؟ لأنه يسير بأمر الله، لا خيار له. إذن انظر إلى نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ هذه الأجهزة التي في داخل تعمل ليل نهار دون انقطاع، هل فيها شيء من الخراب؟ عدم الانتظام؟ لا، عدم الانتظام يأتي من قبيل البشر والإفساد الواقع في حياتهم، أما هي فتسير بأمر الله. إذن واقع الإنسان كذلك، الفرد والمجتمع، لو سار وفق أمر الله لكان في دقته وسيرورته واستقامته وصلاحه، كذلك الكون الذي من حولنا، لا فساد، لا انحراف. من أين يأتي الفساد؟
من التنكص عن تلك القاعدة العظيمة، سنة الله ماضية. فأنت حين تتخذ وليا من دون الله يتولى أمور حياتك وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ماذا تتوقع أن يحدث في واقعك؟ مزيد من الانكسارات، مزيد من الانحدارات، مزيد من التردي، مزيد من الانهيار، مزيد من المرض، من الجوع، من الخوف، من الفقر، من الحروب، من الدمار، من الفساد. تدبروا معي في هذه الآيات العظيمة. قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من الأعمى الذي لا يرى هذه الحقائق؟ هل تتولى أو تولي شؤون تصريف جسدك لأحد من البشر؟ هل تقبل ممن تتولاهم في شؤون حياتك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها؟ لا. فكيف تجعل شؤون حياتك الأخرى يتولاها البشر؟ تدبروا معي. أعمى، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من الأعمى الذي لا يرى هذه الحقائق؟ لا يرى أن الذي يستحق الولاية وحده لا شريك له الله سبحانه وتعالى، فاتخذه وليا، فاطر السماوات والأرض. تدبروا معي في هذا المعنى العظيم. من هو البصير الذي أبصر هذه الحقيقة فتولى الله سبحانه وتعالى شؤون حياته؟ الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا مخرج لك من الظلمات، ظلمات الواقع الإنساني المعاش، جهل وفقر وبؤس ودمار وحرب، إلا حين يخرجك الله. لا مخرج إلا حين يخرجك. ومتى سيخرجك؟ حين تتخذه وليا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اتخذه وليا، اتخذه وليا، ودع عنك كل الأولياء الذين اتخذتهم من دون الله. معنى عظيم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ كل الشركاء الذين يتخذونهم البشر عبر التاريخ، عبر مسار البشرية، أصنام، أحجار، كواكب، نجوم، أشخاص إلى آخره، هل خلقوا شيئا؟ هل خلقوا سماء؟ هل خلقوا أرضا؟ هل خلقوا ماء؟ هل خلقوا ماذا خلقوا حتى يتشابه الخلق عليك فتعتقد بأن لك خالقا من دون الله؟ تدبروا معي كيف ينقل الإسلام التوحيد، كيف ينقل القرآن التوحيد الخالص، كيف يستخرج التوحيد من عمق الضلالة، من عمق الغبش، من عمق ما أحاط به من أوهام في النفس البشرية؟ كيف يستخرج نقاوة التوحيد؟ كيف يرد الفطرة إلى خالقها بعد كل ما أصابها من ذلك العمى؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تدبروا معي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. واحد قهر عباده بكل ما خلق سبحانه، قهرهم بالموت، قهرهم بقوته. فأما وهو الله سبحانه الواحد القهار، ما الذي ينبغي أن يكون عبادة له وحده؟ توحيد، توحيد، واتخاذه ولي دون سواه. تدبروا معي كيف يسقط الله عز وجل سبحانه في هذه الآيات العظيمة كل ولاية لغيره وكل ولاية من دونه، ليستخرج التوحيد من النفس البشرية، لأن الأصل في الفطرة السليمة أنها على التوحيد لا على الشرك. من أين يأتي الشرك واتخاذ الأولياء؟ من تلك الظروف المحيطة بواقع الإنسان، تغير الفطرة، تعلوها، تكسوها بشتى أنواع الأتربة والظلمات والغشاوات التي يأتي القرآن في هذه السورة العظيمة ليزيلها عن الفطرة البشرية ويعود بها إلى خالقها.
الواحد القهار. السلام عليكم ورحمة الله.